لا إله إلا الله. مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. ومعنا هذا الشاب اليوم اللي غنتبعوا غادي نسمعوا القصه ديالو، لانه اليوم كيطالب حاجه واحده، كيطالب بالحق ديالو، يعني باغي شي حاجه اللي من حقه واللي الشرع والقانون يعني عاطيها ليه. اول شيء هو المشكل اللي غنتكلموا عليه الان، ولا الارث اللي غنتكلموا عليه، هو شي حاجه اللي ماشي سهله، ماشي دار، ماشي ارض صغيره. كنتكلموا على 350 هكتار، كنتكلموا على قصر يعني تبارك الله ديال جد ديال الوالد ديالو. يعني موضوع فيه اول شيء ما فيه العقار، فيه الثقه ديال العائله والاسره، لان كاين عمه الاب ديالو حتى هي، يعني الانسان اللي كيتوفى الوالد ديالو ولا كيتوفى يعني احد من ركائز الاسره ديالو، فكيعول على العائله اللي كتكون هي السند وهي اللي كتوقف في يعني في الجنب ديالو. انما ملي كتخذلو العائله كيخذلوه يعني المسؤولين، كيخذلوه الناس اللي تاق فيهم باش يوصل الحق ديالو، فهنا كتبقى لي حاجه واحده، انما يطرح الموضوع ديالو المشكل ديالو للراي العام باش يوصل للمسؤولين باش يتفتح تحقيق ويوصل للحق ديالو. هكا خويا تفضل. شوف من الاول ملي توفى الوالد ديالك، تكلمنا على ذاك القصر كيفاش وقع من الاول. السلام عليكم، انا كنقدم واحد التحيه للجاليه المغربيه والمغاربه كاملين وكل شيء. انا عندي واحد المشكل، عندي واحد المشكل، انا مع عمه با ومع ولدها ومع ولد خوها ومع واحد السيد طرام عليا واحد الارض، باغي ندخل في ديك الارض بعد تعيط احتياطي باغي ندوزو باش عارف داك السيد اش من وراء خادبنا بيهم تيتر والبلان، وباغي نشوف واحد عمه با واحد الوراء اللي عندهم كيفاش كيخدموا بيهم. وكل شيء هو عندي باش دخل جدي للعصر هذا البلان، هذا هو باش دخل جدي للعصر. ماشي مشكل، خليتي تخرج الصورة، النمرة ديالو كلشي. الدار دخلو في 2005، مشات الوالدة عندي، قرب الميكرو شوية، مشات الوالدة عندي والوالد الله يرحمه وعمة با وولدها، مشاو عند واحد السيد بدون اسم، مشاو عند خال أمي، داو لي واحد الوريقات، طالع عليهم، دات لي واحد البلان ماشي بحال هذا، عندها بلان أخر، عندها بلان كبير قهوي، مرشوش بالصقلي. مشات عنده شاف هذاك الدوسي قال لهم سير دخلوا قصركم 2005. انا ما ريحتش هي ملي دخلوا لي انا مرحبا، ملي تمو جايين في الطريق نقزت ديك عمه با قالت للوالده ما تجبديش ليا ولدي للحاج تقول لي وقف هذا الشيء، قالت لها ولدي ما تجبديش ليا، وقالت له واحد الكلمه على خال امي انا ما غنجبدهاش هذه الكلمه هذه، قالت واحد الكلمه قبيحه، قالت لها خالك راه بلا ما غنجبد هاد الكره الكلمه هادي. قال لي نهار اثنين جي عندي باش نديكم الرباط، حيت هو في الرباط، هو في الرباط خدام في الرباط نيت. قال لي جي عندي نهار اثنين، مشاو هما بالسبت بالحد بالليل، قالت الوالده لا، قالت لها ما تجبديش ليا ولدي، ما تجبديش ولدي للحاج. ملي قالت الوالده غنمشيو الرباط مشيت مع نهار اثنين، مشاو دخلوا نهار الخميس، دخلوا 2005 دخلوا للقصر. انا في 2007 عاد طلعت للقصر تما، ريحت معاهم، درت الدار تما ديالي من القصر. دخلنا على البديه، بعد دخلنا للقصر لقيت الدار انا كيدخلوا من ورا القصر، ما كيدخلوش من الباب، حيت كاين باب ديال القصر جا على مقابل مع البيبان ديال الفيلات، وكاين اللور ديالو السور، لقيت الدار عندنا كيدخلوا من ورا السور. حلينا الباب ديال برا انفصل مع الشارع، كان عساس سما فواحد البيت فواحد الفيلا ترونكيليتي، كان مريح فيه العساس داخل عندنا في القصر، داخل فيلا ترونكيليتي مريح فيه واحد العساس، كان هو ومرته، كانت مرته حامله وكانت اختها، كانوا ثلاثه. ناض العساس عيط ملي حلينا حنا الباب ديال القدام، الباب اللي كيدخلوا منه الناس مع كانوا في الاول كيدخلوا من اللور من ورا القصر، جاو رجال الامن غوتوا على الوالد الله يرحمه، غوتوا على ود عم الوالد اللي متابعو انا، ود عم الوالد عندي غوتوا عليهم بجوج، مشى عندهم الوالد عنده ود عم بو انا، مشاو جبن واحد الملفات عطاهم ليهم، طالعوا لي داك الدوسي، ناضوا الامن قالنا طلعوا لقصركم، وبعدهم من قال واحد الكلمه بلا ما نجبدوها تاني، قالنا طلعوا لقصركم وبعدهم من الفيلا من هذه،
طلعنا وصلت ديك الربعه العشيه 4 ونص الاستاذ خرج مشى بحاله هو ومرته واحد الشهر واحد الباليزه جراو مشاو ضرب امريحين من تما من 2000 هما من 2005 هما داخلين انا مشيت 2007 من 2005 هما كيدخلوها من اللور مده 2005 2006 حتى 2007 ملي طلعت انا المحمديه حينا الباب قدام اللي قدام الشارع تما حدا الفيلا ترونكيليتي الباب ديال القصر حيت كاين باب كاين القصر لداخل وكاين باب على السور ديال الكرياج الاساس مشى فحالو بقينا حنا تما عاود ضرب من 2005 طلعت 2007 انا بقينا درت كسيده في 2012 انا ضربت في يدي مشات لي يدو مشات لي رجلي ضرب الطاكسي الشيبيه ديال اللويزيه حيت ما عندوش حق يدوز من ديك الطريق ديالو الطريق ديال الفيلات هذيك لاكولين ضربني هرب تبعوش مشى للبوست الى اخره قيدوا معايا كوسطه مشيت انا درت العمليه نهار اللي غنخرج من العمليه كنت باقي فيه الحريق في راسي خرجت بحال اليوم من العمليه داس يومين كنت فاجئ بالناس السلطه في القصر ملي هبطت بالعكاكز كنلقى واحد خال الوليد وخالته مجموعين تما جاب لي لاكارطات قلت لهم هادو مالكم عيط العون القضائي وبلا ما نجبدوا السميات ديال دوك اللي كانوا لداخل قال لك راه قال لك راه كاين طالبين الافراغ لعباد الله انا حيت لاكارط لهذاك العون القضائي ما عطيتها للخال با بديت كنغوت طلع لي الدم تعصبت وقع فيه الحريق في راسي كنت مضروب ومريض في راسي اللي حسيت دوك الحكاكز بديت كنغوت مشاو داش واحد الشهرين تعتقلت انا اعتقلوني انا اعتقلوا معايا واحد عمة با وخال با اعتقلونا ثلاثة هذوك خال با عطاو السورسي وواحد المرحومة راه ماتت دابا في دار الحق هي مسكينة الله يرحمها هذيك اللي عطاو السورسي مرا كبير ديك اللي زادت في القصر تما هاد عطاهم السورسي بجوج وانا تعتقلت خدت شهرين ديال الحبس ضربت شهر في المحمدية وشهر في عين البرجة خرج نهار اثنين نقول بالجمعة جات الجمعة عيد وطني بدا الترياب ديال القصر ريبو القصر نهار الجمعة في عيد وطني نغد لي نهار السبت كتجي هاد عمة با كتجي مع الوراق وجاب معاه داك ولد عم الوالي تا هو جاو جبدو الوراق ديال القصر جاو دارو تما واحد اكسبريس محمدي جابو الصحافة تما بداو كيغوتو وبداو دار واحد المظاهرة تما البنية تحبس مع كانو التراكس ملي خرجت لقيت التراكسات تما ولقيت القصر صافي راه بقى فيه واحد شوية داكشي البنية تحبس من 2012 حبسوا البنية 2012 ل 2021 ثلاث سنة الأخرى حتى كنتفاجئ أنا بواحد الفيديو جاني من المحمديه كنبغي الفيلا تبناو تما معنى البني كان محبوس انا بغيت نعرف دوك الناس اللي كيبنيو تما اش من وراء عندهم انا حسب ندير تعيط احتياطي انا كنطلب تعيط احتياطي في هذا الشيء كنطلب باش نعرفوا الملكيه ونعرفوا البلان والتيتل الاصلي داك السيد باش كيبني تما ونقزه دابا واحد ود عم الوالد صيفط الناس قال لهم غتمشيو لواحد التعويض نحط في الرباط ديالكم في الخزان العام وعطيهم هذه الورقه هذه ها هي راه واحد الورقه انا نوريها لك ها هي صغيره عطاهم هادي قال لهم غتمشيو للخزان العام غتاخذوا التعويض ديالكم ملي مشاو دوزوا في البيسي طلعت لهم الورثه لبو عزب المجدود طلبوا لهم كود هاد السيد هو كيتهرب عليهم هاد ود عم با شاد الدوسي كيتهرب عليهم كل مره كيقول لهم هضره ود الناس راه ما عرفتهمش انا اش دايرين هاد الناس عمه با وولدها ولدها راه واصل من المسؤولين ورا حتى شي حاجه من فوق من القانون انا كنرشد كنشد السي الحموشي يدخل في هاد الشيء عاجلا كنطالب بحقي وبحق والديا وبحق الناس اللي ما واخدينوش حيت عائله حنا دايرين عائله ديك السيده خرجات بالمباشر تما مع الصحافه قالت لهم حنا 152 وريث ومع شحال قالت لهم 120 وريث 150 وريث وحنا انا غنوريك الورثه اللي كاينين هنا شحال من الوريث كاينين كاينش 150 وريث ولا 160 وريث انت غتشوف الورثه اللي كاينين هنا تشوفهم حتى هما كاينين هنا كلشي غنوريهم لك اذا انت كطالب كنطالب بحقي وبغيت تحقق في هذا الشيء ديال عمة با يحقوا معاها ويحقوا مع ولدها ومع ولد خوها وهاد الناس اللي طلبوني انا قدموا معايا هاد السيده عمة با وولدها وولد خوها